بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الأعز والأكرم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة هذه الأيام المباركة، شهر ذي القعدة ثم شهر شوال ثم القعدة ثم ندخل إن شاء الله تعالى في مناسك الحج. مشاهدينا موضوعنا اليوم هو على اشتراط الزوجة أن تكون عصمة الزواج بيدها، بمعنى عصمة الزواج هي إما استمرار الزواج أو إنهاء عقدة الزواج أو إنهاء الزواج. هناك من يرى أن هذا الشرط يجيز للمرأة أن تطلب من زوجها هذا الشرط، ويترتب عليه آثار سنبينها لكم. مشاهدينا، الأصل في الزواج أن يكون العصمة وأن تكون عقدة النكاح كما نعلم جميعا بيد الرجل، لتفصيلات إن شاء الله سنبينها. ولكن الشارع الحكيم لم يهمل حق المرأة في طلب الطلاق، وإن شاء الله هنسمع دلوقتي آراء الناس سواء كانوا نساء أو رجالا في هذا الموضوع، موضوع الحلقة، وهو هل يجوز للزوجة أن تشترط أن تكون عصمة النكاح بيدها أم لا يجوز ذلك؟ ما ينفعش أن يكون العصمة في يد المرأة، لأن المرأة أي كلمة أو أي حاجة بتنرفزها فبتسبب على طول أنها ممكن تطلق من جوزها، فده هيعمل هدم للمجتمع الإسلامي. الراجل ده بيكون ضعيف الشخصية ومسلوب الإرادة، واخد بال حضرتك؟ أما الست اللي معها العصمة ديت بتكون هي المتحكمة، فما ينفعش ان الست تتحكم في اي راجل. انا معاها، لان عادي هي من حقها زي الراجل ان هي تبقى هي في ايديها قرار ان هي تمشي او تكمل في الجواز ده، لان في ستات كتير جدا بتتذل لما بتبقى الراجل هو اللي متحكم في الشيء ده، اما بيذلها بالمصاريف او بالاولاد او بالشقه المكان اللي هم عايشين فيه، وهي مثلا ما بيبقاش عندها بديل او مش بتشتغل، فبتضطر انها تكمل في وضع هي مش قابله بيه. ان هم ناقصات عقل ودين، ففي لحظة ممكن قوي تكون زعلانة منه أو في أي مشكلة بينهم وبين بعض تروح مطلقة. ولا يا فندم، حكاية العصمة في إيد المرأة دي من ضمن الشعارات اللي هتبقى موجودة زي شعار المساواة بالظبط، لأن المساواة عملناها وما فيش حاجة اسمها مساواة، ده كله شعارات وهتبقى من ضمن الشعارات. وفي حالة إن المرأة يبقى في إيدها العصمة، المفروض بقى تتحول لراجل، هي اللي تجيب الجهاز وهي اللي تجيب العفش وهي اللي تجيب الشقة وهي اللي تبقى مسؤولة عن كل حاجة. الرجال قوامون على النساء، فالمفروض انه شرعا العصمه بتكون في ايد الراجل، ما تبقاش في ايد الست، لكن الا اذا تم الاتفاق على هذا يعني بين الطرفين. ربنا اداها للراجل حكمه من عنده، لان لو الموضوع ده نزل للمراه، والله المراه تتجوز اربع زواجات على الرجل ويقول لك حق الشرع، انما عشان ربنا المزاه للرجل المراه تقول لك لا ده انا اللي عايزها. في الدين حاجه كده العصمه تبقى في ايد المراه، بس لا، ده برضه القوامه لازم تكون للراجل. الراجل راجل، اما تبقى في ايدها هي واخد بس ستك، ممكن تعمل اي حاجه مهما كانت متعلمه برضه وهي ست. لا، انا ما انصحش بالموضوع ده، لان المراه دلوقتي يعني حواليها اعباء كتير جدا وضغوط الحياه، وممكن وهي اصلا بطبيعتها بتتعامل بعاطفتها مش بعقلها زي الرجل. الرجل بصراحه يعني هو في حته العقل شويه، قبل ما بياخد قرار الطلاق بيفكر مره واثنين وثلاثه، لكن الست بطبيعتها عصبيه وممكن تنهار في اي وقت. مشاهدينا، زي ما احنا شايفين اراء الناس
كلها بتركز على شخصية المرأة، من حيث أن المرأة تساير عاطفتها، وأن الرجل يتحمل من الأمور ما لا تتحمله المرأة. وإحنا إن شاء الله هنبين هذا الفرق بين دور المرأة وبين دور الرجل، وكلمة ناقصات عقل ودين، أو جزء من حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما المقصود من هذا الجزء الذي دائما تعاير به المرأة. كما أيضا هنستدل بما بقوله تعالى وللرجال عليهن درجة، وقوله تعالى الرجال قوامون على النساء. دلوقتي معانا الأستاذ الدكتور طارق أسعد، استشاري الأمراض النفسية والعصبية في جامعة عين شمس. وعايزين نعرف من سيادتك يا دكتور، هل موضوع اشتراط العصمة، أي إنهاء الزواج أو استمراره، إذا كان بيد المرأة أو انتقل من الرجل إلى المرأة، هل سيحدث ذلك تغييرات نفسية في العلاقة بينهما أم لا؟ السلام عليكم دكتور طارق. أهلا عليكم. حضرتك مشرفنا يا دكتور طارق، وأنا يعني بشكرك قوي قوي على التضحية، إن حضرتك مسافر ومع هذا حضرتك استجبت لبرنامج فقه المرأة في هذه المداخلة القيمة. حضرتك سمعت سؤالي يا دكتور طارق؟ ألو؟ كان الشرف ليا طبعا. الله يخليك. أنا حضرتك بقول لحضرتك الشرف ليا. الله يخليك يا دكتور طارق، الله يخليك، ربنا ما يحرمناش منك أبدا. اتفضل يا دكتور طارق، عايزين نعرف التأثير النفسي. اتفضل يا دكتور طارق. وطبعا لازم نفرق ما بين الحاله الانفعاليه للرجل والمراه. هو الحقيقه ما فيش فروق ما بين المراه والرجل من الناحيه التشريحيه او الوظيفيه، وحتى من الناحيه النفسيه، ولكن المراه بطبيعه تغيير الهرمونات عندها في الحاله الانفعاليه، والمزاجيه عندها بتبقى اوقات متقلبه. ويمكن احنا كاطباء نفسيين بنبقى عارفين كويس قوي ان في فترات بيبقى فيها لخبطه في الهرمونات، بيبقى المراه انفعاليه، وبالتالي القرارات بتاعتها ممكن تبقى سريعه ونابعه من الانفعال. يعني انا حد حضرتك مثال بس، الاضطراب عندنا اضطراب بنسميه اضطراب ما قبل الدوره الشهريه. في الفتره دي بيصيب حوالي 40% على الاقل من الستات. في الفترة دي بتبقى المرأة عندها انفعالات جامدة جدا، وممكن انها تاخد قرارات ترجع تندم عليها. يعني في ابحاث غربية مش عندنا، لقوا ان العنف المنزلي، يعني العنف ما بين الرجل والمرأة، او طلب المرأة للطلاق، او المشاكل الأسرية، بتزيد حوالي 60-70% في الفترة دي. وبالتالي لو احنا خلينا العصمة في ايد المرأة، هي عرضة ان كل شخص، طبعا احنا بنقول ان الستات بتتفاوت، ما بنقولش ان فيش رجال عصبيين، بس الاحتمالية والنسبة اكبر حتى من غير وجود مرض. يعني هي ما زالت النسبة قليلة جدا. ممكن. ايوه اتفضل دكتور. الو. ايوه اتفضل مع حضرتك، اتفضل. فبنحط مخاطرة ان طبعا ممكن الأسرة تهدم، وحتى المرأة في الوقت ده ممكن تاخد قرار هي بعد كده بترجع تندم عليه. فالحقيقه انا مش شايف ان لو العزمه كانت في ايد المراه ده هيقلل من المشاكل الزوجيه، بل بالعكس ده ممكن يخلق نوع من انواع الحساسيه ما بين الرجل والمراه، احساس الرجل ان هو يعني اقل، او احساس ان هو مش واخد حته القرار او كده، ده ممكن ياثر على العلاقه اللي ما بينهم. لكن ما نقدرش ننكر ان في بعض الحالات الاستثنائيه اللي ممكن المرأة من الناحية النفسية تلجأ لحاجة زي كده، خصوصا المرأة إذا كانت مرت قبل كده بتجربة، وكانت التجربة دي فيها مشاكل أو صادمة ليها، أو تعرضت لراجل كان مسيطر أو متحكم، فأكيد المرأة هنا ليها عذرها إنها تطلب شيء زي كده. طب عفوا يا دكتور طارق. طبعها شتات. عفوا يا دكتور طارق للمقاطعة، عفوا المقاطعة. يعني هل حضرتك بتقول إن ده بيسبب أو ممكن يسبب
نوع من الحساسية بينهما. طب مش ممكن يسبب نوع من التوافق أو التوفيق أو زيادة الحب بينهما؟ هو بصي حضرتك، هو الموضوع كله بيبقى خاضع من الأول لطبيعة الشخصيات وتفاهمهم. يعني ما نقدرش إن إحنا نعمم إن كل حالات العصمة في إيد المرأة غلط أو كده، ولكن ده بالتفاهم. لو كانوا هم متفاهمين والرجل تفاهم إن المرأة دي عندها حتة إحساس بعدم الأمان، وده التطوع إن هو مهمة دي يا دكتور، مهمة. اتفضل. مهم جدا الحته اللي تفاهم عدم الامان. زواج عقل، فلو في اتفاق ما بين الاثنين ده بيفرق كتير جدا. يعني انا شفت نماذج المراه في الاول قالت لا ولازم العصمه بايدي، بعد سنه اثنين قالت انا الموضوع ده مش مهم عندي، ده مضايقك لا ولا فارق معايا. خلاص، هو الرجل هنا طبعا بيبقى اكثر نضجا، فهم في النفسيه اللي خلت المراه تطلب الحكايه دي، اداها وقتها لغايه ما تتعرف عليه وتثق فيه اكثر. مفيش اي مشكله طالما الاثنين حقيقه ما بينهم تفاهم. لكن في نقطه حابب اركز عليها، ان اذا كان الرجل هيقعد مع زوجته او المراه بس علشان هو العصمه في ايديها او علشان في مصلحه، احيانا الجواز ده ما بيبقاش من الناحيه الصحيه كويس. يعني لو الرجل بس الحاجه اللي منعاه ان هو يسيب مراته ان هي العصمه في ايديها، او ان هي عارف انها ممكن تطلع نفسها بنفسها، يعني احيانا بنحب ان الجواز في الاساس الامور والشروط والحاجات دي تبقى فيه صح علشان لو حصل اختلافات، ولكن يكون الهدف الاساسي من الجواز ان شخصين ارتبطوا ببعض بتفاهم وتعاهدوا على ان دي حياه مستمره بدون اي شروط. ده الحقيقه يعني بتبقى. قد يسبب هذا الموضوع يعني اضطراب وترقب بالخوف في جانب الرجل، وبالنسبة للمرأة يسبب لها نوع من الأمان والإطمئنان أن طالما العصمة في إيدها أن هي تملكت هذا الزوج وممكن في أي وقت تستخدم هذا الحق كده. دكتور طارق، ممكن يكون ده يكون ده فنان في بداية العلاقة، لكن أنا مش متخيل أن في واحدة اتجوزت جوزها وقعدت معاه ثلاث اربع سنين. ايوه بدايه العلاقه فعلا. نعم. وهيكون عندها هذا الاحساس بعدم الامان. ايوه. يبقى في مشكله في الجواز يا فندم. من الناحيه النفسيه في مشكله في هذا الزواج. لكن انا اتفهم الكلام ده يكون في الاول وخصوصا اذا كان عندها خبره او شافت خبرات الناس اللي حواليها. لكن طب نشكر سيادتك يا دكتور طارق وعلى هذه المداخله القيمه الهادئه فعلا يعني، وان شاء الله دايما يكون بيننا والبعض ان شاء الله تعاون في مثل هذه القضايا الحساسة والهامة في مجتمعنا. شكرا لحضرتك يا دكتور طارق. ودلوقتي بقى بنرجع الاول للتقرير او الاراء، اراء الناس اللي احنا خدناها منهم. الحقيقة يعني هذه الاراء بتنقسم الى ابعاد. في آراء بتنظر إلى الشخصية الإنفعالية للمرأة، بمعنى أن المرأة بتساير عاطفتها، ومن هنا جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فيه ما اللي فيه أن المرأة النساء ناقصات عقل ودين. وبمناسبة هذا الحديث هو أنه أخذ الآن على النساء كلهن، ولم ينظر إلى أسلوب الحديث، ولم ينظر إلى واقعة الحديث، وإنما أخذ بعمومه، وأصبح على جميع الألسنة النساء ناقصات عقل ودين. بينما هذا الحديث كما رواه البخاري، يعني احنا لا نتنصل من هذا الحديث، لا نقول انه ضعيف، لا نقول انه يتعارض مع القرآن الكريم اطلاقا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا طبيعة المرأة او الطبيعة التي خلقت عليها النساء. ايه هي الطبيعة دي؟ قال بالنص: ما رأيت من احدى كنا
ناقصات عقل ودين، أذهب للبي الرجل الحازم منكن. هذا أسلوب فيه تعجب، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إزاي بيقولوا أن المرأة ضعيفة ومع هذا فإنها بالرغم من ضعفها تؤثر على لب الرجل. رنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اتفضلي يا رنا. رنا حضرتك. ايوه مع حضرتك. اتفضلي يا ماما. ازيك يا حبيبتي؟ انا جوزي حلف عليا ان انا محرمه عليه زي امه واخته، فاتصلنا بدار الافتاء. من فضلك قولي لي الصيغه، من فضلك قولي لي الصيغه يا رنا. قال لك ايه بالظبط؟ قال لي اللي انت محرمه عليا زي امي واختي. فهو اتصل بدار الافتاء فكلمهم فحكى لهم المشكله بالظبط. فقالوا له اطعم 10 مساكين. فاحنا جبنا خمس وجبات متكامله واديتهم لخمس اسر، فهل كده يجوز ولا لازم 10 افراد؟ انا عملت الخمس اسر. لا لا يا حبيبتي، لا 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 لا، عفوا، مع احترامي الشديد لدار الافتاء، هذا ليس ظهار، هذا ليس ظهار. محرمة علي كأمي وأختي، عفوا، ده ظهار مش طلاق. والظهار لا يرجع الزوج إلى زوجته إلا بعد كفارة مغلظة. يعني إيه كفارة مغلظة؟ يعني صيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع الصيام فعليه بإطعام 60 مسكينا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فلا يحل له أن يلمس منك شيئا إلا بعد هذه الكفارة. هو يعمل هذه الكفارة وانت تتجنبيه تماما، لان هو نقلك من زوجة تحلين له الى ام واخت تحرمين عليه. فعشان احنا نسلك الطريق ده، فربنا سبحانه وتعالى وقف بجانب الزواج او بجانب الازواج والزوجات وقال كده: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فأنا أرجو إن احنا نراجع دار الإفتاء مرة أخرى ونشوف هذا الموضوع. مين معنا؟ أم محمد. السلام عليكم يا أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك الدكتور، اتفضلي حبيبتي. ازيك انت؟ اتفضلي. أنا سألت حضرتك سؤال، يعني كان في ذنوب كده، وبعدين اللي هي الأم اللي هي كانت غلطت وجابت عيل من راجل ومشيت الموضوع ماشي، حضرتك فاكراه؟ لا لا مش فاكراه. لا يعني لا، فكريني فكريني. وطوبي وكده، يعني البنت اتربت مع فوسط اخواتها. حبيبتي معلش فكريني، بنتي مين اللي اتربت؟ بنت ال يعني هما في ثلاث بنات، ثلاث اولاد يعني. مع بعض اخوات. وبعدين فيهم عيل جاي من طريق غير مشروع. وبعدين ومين اللي اثبت ان هو طريق غير مشروع؟ مين يعني اللي قال؟ يعني غلط. ها هي اعترفت؟ ما هي ما اعترفتش بقى. طب هي هتقول ايه لجوزها بقى؟ انا جبته منين؟ فهي قعدت مع جوزها وتربوا العيال كلها اتربت مع بعض ومشيت. هي كانت جاهله بقى، علم ان هي مش عارفه يعني هتعمل ايه، تقول ما تقولش، كانت جاهله علم. بس لما سمعت التلفزيون، بس البنت اتربت وهي ساعدت في تربيتها وساعدت في جوازتها وكله، ما حدش يعرف حد قال لها سوري او حد كده يعني.
وبعدين راحت البنت اتجوزت دلوقتي واتجهزت. والبنت باسم مين؟ بس ما حدش يعرف السر ده بقى. لا السر 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 البنت باسم الاب. قلت لي ده الام بقى عليها هي غلطه بس الذنب كبير، فهي تستغفر وتستر، ما فيش حاجه غير كده. حضرتك أيوة. قلت لي طب أيوة. هي البنت دلوقتي ممكن هي تاخد حاجات من باباها اللي هي مش باباها من فلوس مثلا؟ هي دي أيوة. مشكله عندنا. ايوه بس يعني قلت طب خليك معايا خليك معايا خليك. حجه الست دي حجه وعملت عمره وتابت توبه يعني حاجه يعني اتغيرت خالص 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 لاحسن. خليك معايا خليك معايا حبيبتي. دلوقتي البنت طب اللي هي وسط الثلاث بنات دول دي نسبت أيوة. الى نسبت الى الزوج مش كده؟ اه اصبحت بنته أيوة. بنته نسبا مش كده؟ رد عليا لو سمحتي. ها اصبحت بنته أيوة. نسبا. هذا يعد نسبة. من باب التبني المنهي عنه. المفروض ان هي يعني عفوا كانت لا أيوة. تنسب الى هذا الزوج. طب احنا عايزين نستر عليها بعد هذا أيوة. او هذه الاعوام لدرجة حضرتك بتقولي جوزناها وراحت تعمل عمرة وكل شيء وكل ده هي باسم الاب باسم الاب. هو موضوع ان هو يسيب لها جزء من المال عن طريق الهبة ويجهزها ويجوزها دي فيهاش مشكلة. المشكلة دلوقتي اللي مقابلانا في الطريق هي حكاية النسب، ثبوت النسب. ثبوت النسب ده أنا ما أقدرش أستره. ما أقدرش أستره. أنا أستر إن هي أصلاً يعني إحنا حصلنا عليها من دار أيتام أو كده. لكن إن هي تبقى منسوبة لواحد مش منه ده يعتبر لا يمكن. لا يمكن الستر. لأن شهادة الميلاد ضد هذا الستر. ما ينفعش إن واحدة مش من أب وتنسب لهذا الأب. هي تنسب للأم نعم، لأن بنت الزنا بتنسب للأم، تنسب للخال أخو الأم، تنسب لأي حد من عائلة الأم، لكن للأب لا. حتى لو الأب وافق لابد أن يصلح هذه الغلطة. وعندنا حاجة في الفقه اسمها إيه؟ اسمها إلحاق النسب أو إلحاق بالنسب. يبقى الأب يعمل صيغة في المحكمة إن أنا ألحقت فلانة بنسبي ويطلع شهادة ميلاد لها جديدة. يبقى في الوقت ده إحنا وقفنا معاها سطرنا عليها هنجهزها لكن لا ميراث. لا ميراث بينه وبينها إلا أن يعطيها جزء من الأموال كهدية كهبة إلى آخره. لو طيب أحمد سلام عليكم يا أحمد. أحمد راح اتصل بيها تاني يا أحمد. نرجع بقى للحديث بتاع ناقصات عقل ودين. وكويس قوي ان جت الفرصة بتاعته في هذه الحلقة عشان نوضح. نحن نقول أولا أن هذا الحديث رواه البخاري وهو صحيح وكانت له مناسبة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع في العيد مع أفراده كلهم نساء ورجالا، وكان ينتهز فرصة العيد ويجمع الصدقات من الجميع، فكان يجمع الصدقات من النساء قبل الرجال وقال لهن تصدقنا يا معشر النساء فإني ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين
قالت له: وما نقصان ديننا يا رسول الله؟ قال: أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ قلنا: نعم. قال: فذلك من نقصان الدين. طب وما نقصان عقولنا يا رسول الله؟ قال: أليست شهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك هو نقصان الدين. إذا نقص الدين، نقصان العقل، إذا النقص، كلمة النقص هنا تعبير عن الفطرة التي خلقت عليها المرأة، وليس النقص هنا نقص حقيقي. الأجر بينها وبين الرجل واحد، أمور تتساوى فيها مع الرجل تماما، وأمور قليلة تختلف فيها المرأة عن الرجل، لكن الأصل هو المساواة. ومن هنا نعم. مروة، سلام عليكم يا مروة. لو سمحتي يا أستاذة سعيد. نعم. أمي ست كبيرة بتاخد الأنسولين بعد الفجر. أيوة. بعد يعني في شهر رمضان ده يفطر ولا لا؟ آه طبعا يفطر. يفطر؟ نعم. كل طيب. حقنة، كل دواء. عفوا لا 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 يفطر، عفوا، استغفر الله، استغفر الله يا بنتي. لا، كل حقنة أو كل دواء بيتاخد بعيدا عن الحلق، عن الفم يعني، لا يؤثر في الصيام، لا يؤثر في صحة الصيام، سواء كان حقن الأنسولين، حقن فيتامين، مضادات حيوية إلى آخره، لا يؤثر في الصيام إلا الحقنة الشرجية. البعض قال تؤثر والبعض قال لا تؤثر، ونحن مع القائلين بأنها لا تؤثر، لأن أيضا المكان الذي يوضع فيه هذه الحقنة ليس المكان الطبيعي للأكل. ماشي يا ماما؟ بقى أنا بعتذر أن الحقنة لا تؤثر في صحة الصيام. طيب. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود إليكم. مشاهدينا، عدنا إليكم وما زلنا نعقب على آراء الناس بالنسبة للموضوع بتاع حد اليوم. الحقيقة وصف المرأة بأنها عاطفية، هذا الوصف نفتخر به. ليه؟ لأن المرأة تتعامل مع الطفولة، بينما الرجل يتعامل مع الجوامد الماديات. فهل لو كانت المرأة ليست عاطفية وكانت تتميز بالقسوة كالرجل، هل هنا ستعطي الطفل الحنان والعاطفة التي بها يسكن الطفل على ثديها وفي حجرها، أم ستكون قاسية؟ فإحنا بنقول الحمد لله إن إحنا كنساء بنربي المجتمع كله عن طريق عاطفتنا. أما الرجل فبيتعامل في الشركات والمصانع والزراعة واللي 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 واللي، فما يكونش زي ما بنقول إيه، ما يكونش ضعيف، ما يكونش خرع. ربنا جعل له قوامه حتى عظامه اللي تتناسب مع القوة اللي بيبذلها في عمله. أما جعلها هي أم ومربية لأبنائها، بل ومدرسة أخلاقية لأبنائها، جعلها ذات عاطفة، فهذا من ضمن التقرير. طيب هل تستطيع المرأة أن تستخدم هذه العاطفة في علاقة الطلاق بينها وبين زوجها أم لا؟ نعم. بنلاحظ ان بعض السيدات كتير منه تقول له طلقني انا مش عايزاك، يفضل ماسك نفسه ويصبر لغايه ما تقول له لو ما كنتش هتطلقني حرمي نفسي من البلكونه.
يبقى في الوقت ده في تهور. لكن الأصل اللي أصبح لم يكن موجودا أن الرجل يتحكم في عقله، يتحكم في مشاعره، لا يسارع ويقولها أنت طالق خلاص، أنت طالق طالق طالق. وده بيحصل دلوقتي. طب إزاي يا ابني ربنا جعل بإيدك الطلاق، وإزاي أنت دلوقتي بتسرع فيه؟ الحاجة زينب، السلام عليكم يا حاجة زينب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك. أنا ليا أخت ميتة وليها 4 سنين دخلت الخمسة. أيوة. فالأخت دي ما خلفتش. أيوة. فإحنا الورث الحكومة ورثته لنا لأنها كانت مدرسة. الحكومة ورثتكوا؟ آه فلوسها. آه. فدلوقتي هي كانت سايبة ذهبها مع أمها. 5 سنين وهي حطاه في الحيازه بتاعتها. اللي هي من اختك؟ أمي. اللي توفت؟ اختي ماتت وصارت الام. ايوه ما انا عارفه. سايبه لاختك. عايزه تورثهن، اتصلت بيا ان احنا نروح. فمش عايزه تدي الصبيان، عايزه تدي البنات بس. لا غلط. هل ده صح؟ لا 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 غلط. انا قلقانه، قلقانه ليا اسبوع. معاكي حق، معاكي حق. لان اصبح معاكي حق حضرتك، انا هجاوبك. حاضر حاضر. اصبح الشائع والمألوف منذ عديد السنوات ان الذهب ذهب الام للبنت، ذهب الام للبنات، ودي منتشره جدا جدا في القرى، ودي معلومه خطا ثم خطا ثم خطا، لان ذهب الام يعد من التركه، يقيم ويقسم على المستحقين للتركة. وأرجو من خلال هذا البرنامج أن نصحح هذا الخطأ، وإلا فإن المتوفاة هتعيش في عذاب نتيجة عدم التوزيع. لأن المفروض أن التركة معناها إيه؟ هي كل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية، والذهب من الأموال. فلا بد أن نبيع الذهب أو نقيمه ونوزعه علينا، لا فرق بين ذكر أو أنثى، للجميع. طيب هند، سلام عليكم يا هند. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا هند. حضرتك عايزة أسألك على حاجتين. اتفضلي. السؤال الأولاني، يعني هل تبيين القدمين في الصلاة حرام أم حلال؟ لا لا معلش. والسؤال الثاني. لا لا لا، السؤال الأول تاني يا هند، الله يخليك. تاني. تبيين القدمين في الصلاة حرام أم حلال؟ ظهور. ظهور القدمين. وعمال الوجه حرام أم حلال، وخاصة الحواجب؟ تاني. طب انا بقى بعتذر لك، انا هكلمك عن ظهور القدمين، لكن بعتذر عن عمايل الحواجب، لان يعني قلناها كتير جدا ومفيش داعي ان احنا في كل حلقه نقولها، وانتوا عارفين الحكم بتاعها. بالنسبه لظهور القدمين اختلف الفقهاء. بعضهم يرى بانه يجوز ظهور القدمين في الصلاه كما تظهر الكفين، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. والفريق الآخر يرى ستر القدمين بل وستر الكفين، عشان كده الإسدال اللي هم طلعوا ده بيستر الكفين ويستر القدمين، وقال لك إن في الصلاة لابد من سترهما. لك أن تأخذي هذا الرأي، ولك أن تأخذي هذا الرأي، وأنت مصيبة لو أخذت أحدهما. طيب موضوع الحواجب ده يا جماعة منتشر بينكم جدا، عملية تحريم إزالة الشعر في الحواجب، أو بيسموه تحريم النمص.
لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذهبت إليه صحابية جليلة تقول للرسول: يا رسول الله، إن ابنتي عروس، بنتها عروسة، وقد أصابتها الحمى فأزالت شعرها، أفأصل لها؟ فاهمين التدريب التدرج اللي أنا بعمله؟ فرد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه بقى: لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامشة والمستنشمة والنامصة والمتنمصة، المغيرات لخلق الله. شوفوا بقى التعليل بتاع الرسول: المغيرات لخلق الله. ولما احنا بنزيل الشعر الزائد في الحاجب لا يعد هذا تغييرا لخلق الله، لان حتى الحاجب شكله بيتدرج. لما تكون واحدة مولودة ثم تكبر تبقى طفلة، ثم تكبر تبقى انثى، ثم تكبر تبقى مرأة، وهكذا، ما بيفضلش على حال واحد. اذا الحرام هو ان ازيله تماما واعيد تشكيله بأي شكل من الأشكال اللي طالعة موضة دي. أما البتاع الآخر ده اللي هو اللي بيعملوا الأسود ده، مش عارفة اسمه إيه، ده يعتبر حرام لأنه في تغيير. بسموه إيه الجماعة في كنترول، اسمه إيه؟ لا مدام دينا بس بقارب تسمعوا إيه، بسموه إيه اللي هو بتاع الحواجب ده، المهم لا لا مش الوشم، لا الايه، لا 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 معروف، ايوه التاتو ده حرام. ايوه معانا مكالمة، معانا تليفون، معانا تليفون يا جماعه. زينة دينا، اتفضلي يا دينا. انا كان عندي اربع قطط في البلكونه، قطه في البلكونه، جابت ولدت يعني كده تمام. طيب فانا شلت ولادها ورميتهم بعيد، شلت ولادها، مامتهم بتيجي كل شويه البلكونه. شلت القطط وشلت ولادها؟ ايوه. طيب لا شلت ولادها بس، سبت القطه الكبيره مامتها. طيب ما كلهم قطط، عايزه اعرف بقى انا عليا ذنب؟ هي دلوقتي لا 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 بالعكس، وبتنط عليا ومش عارف ايه. لا يا حبيبتي بالعكس، ده انت بتعطفي عليها وبتحسني اليها، زي ما بنشوفهم كده البلاد الغرب اللي هم غير مسلمين اللي بنقول عليهم الكفره، قد ايه بيهتموا بهذه الحيوانات ما عدا الكلب. الكلب بقى لو كان كلب حراسه او كلب صيد ده هنحطه في مكان لوحده، لان ايه اللي ننجس في الكلب؟ لعابه، يعني لما تحط ايدك عليه كده مفيش نجاسه، لكن لما لعابه كده يجي في ملابسك ويلحسك يبقى ملابس دي كلها لازم تتغير، واخدين بالكوا؟ يبقى محل النجاسه في الكلب هو اللعاب، عارفين اللعاب بيبقى بلسانه كده عمال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ولغ يعني حط بقه في الإناء، فليغسله سبع مرات. في رواية إحداهن بالتراب، لكن طبعا إحنا دلوقتي عندنا الصابون وعندنا الغسيل وعندنا كل حاجة. نعم في تاني؟ سارة، السلام عليكم يا سارة. سارة اتفضلي يا سارة. سارة رجعينا تاني يا سارة، في حد تاني؟ طيب ندخل بقى الموضوع. زي ما قلت لكم بقى ان الاصل في الطلاق هو ان يكون للرجل. الدليل على كده ايه؟ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين. الخطاب هنا لمين؟ للنبي. ولمين؟ وللرجال من أمته. وفي آية أخرى في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، آدي تأكيد. وفي آية أخرى في
سورة البقرة كل ده. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ده بالنسبة لو طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة، فلا ترجع له بعد أن إلا بعد أن تتزوج من غيره. خلاص. طيب إذن هذا كان معمول به وما زال معمول به في شريعة الإسلام، وعمرنا أبدا ما سمعنا على موضوع العصمة وموضوع أن المطلقة تذهب للقاضي لو تضررت وموضوع الخلع، بالرغم من الحاجات دي كلها كان لها أثار في السنة النبوية، بل لها نصوص في القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم لما جه يتحدث عن الخلع ما قالش كلمة خلع، لكن في تفسير الآية والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتاع فاطمة بنت قيس هو اللي بين لي ان ده المقصود بيه الخلع. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان، ادي التالتة، ما قالش بقى الطلاق ثلاث طلقات، لا طلقتين، طلقة بعد طلقة، وبعدين التالتة ايه؟ امسك بقى ما تطلقش بعد كده، عشان لو حبيت ترجعها يبقى الباب مفتوح. واخدين بالكم؟ فامساك بمعروف او تسريح بإحسان. ولا يحل لكم ايها الازواج ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا قاعدة إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. إلا أن يخافا دي بقى هي الخلع، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تنازلت عن مهرها، تنازلت عن جزء من ملكها في سبيل ان هي تأخذ الطلاق اللي بنسميه الخلع. طب اسمه الخلع ليه طالما لا موجود الاسم ده لا في القرآن ولا موجود في السنة؟ طب اسمه خلع ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى فسر وبين العلاقة بين الزوجين بقوله هن لباس لكم وانتم لباس لهن. اذا كأن الزوجة اللي عايزة الخلع عايزة تشد نفسها او تخلع نفسها من الزوجية، من لباس الزوجية، عشان كده سمي خلعا. هو اسمه طلاق على مال، لكن سمي خلعا نتيجة هذا اللفظ القرآني هن لباس لكم وانتم لباس لهن. طيب خلصنا اول حالة ان يجوز للزوجة فيها كذا. طب امتى كمان يجوز للزوجة ان هي يبقى لها حق الطلاق؟ هو مطلق كده للزوج ويقعد يلعب بيه ويقعد يذلها ويعنفها و و و وهي بقى مش قادرة؟ لا، انت قادرة انك انت توصلي للقاضي عن طريق الرفع قضية الطلاق للضرر. وعلى فكرة كلمة الضرر دي واسعة جدا، سيبكم العنف وسيبكم من الضرب، لا ده فيما هو كمان احنا مش عارفينه ولكن للضرر. لما مثلا الزوج يكون غير صالح للإنجاب، ربنا سبحانه وتعالى حرمه من غريزة الإنجاب، والزوجة تريد الأمومة، هنا هو رافض هيطلق. او للاسف الشديد اللي بيدي الطلاق دلوقتي بيدي بعد هتدفعي كام، ويجيب شهود وشهود بيكونوا زور وهكذا. فهنا بقى بشهادات طبيه فورا يقول لها القاضي امرت بفسخ هذا العقد، يبقى ده بنسميه الطلاق للضرر. في الطلاق الثالث اللي هو طلاق العصمة. العصمة بقى معناها ايه؟
معناها عصمة النكاح اللي هي إما بالبقاء، بقاء النكاح يعني في إيدي بقاء النكاح، أو في إيدي زوال النكاح، أو في إيدي الفراق، يعني بتبقى بتطلق على الاثنين. جبنا كلمة العصمة دي منين؟ ما كانتش أيام الرسول، لكن كانت في آية قرآنية والناس مش واخدة بالها منها. في سورة الممتحنة لما ربنا سبحانه وتعالى، نعم أم ردينة، السلام عليكم أم ردينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على صوتي كمان. أنا عايزة أسأل بس إن أنا والدي سالب تركة وسايب اتنين صبيان ما اتجوزوش. يا مرغينة الله يرضى عنك، معلش قولي تاني وعلي. والدي سايب أرض زراعية وسايب اتنين صبيان ما اتجوزوش، فأخواتهم الكبار الاتنين اللي متجوزين بيقولوا إن هم يتجوزوا من ورثهم ما يتجوزوش قبل التركة ما تتوزع. إحنا عايزين نعرف رأي الشرع، هل هم يتجوزوا قبل التركة ما تتوزع ولا يتجوزوا هم يتجوزوا نفسهم؟ لا هو إذا كان معاهم لا إذا كان معاهم فلوس يا ماما، إذا كان معاهم فلوس غير التركة ما يستنوش توزيع التركة ويتجوزوا. يعني مش شرط إن الإنسان يتزوج من نصيبه في التركة، لو الإنسان عنده مال تاني يتجوز منه. ولا أنت عايزك حاجة تانية؟ ما عندهمش حاجة يتجوزوا منها، إحنا بنقولوا إن إحنا مثلا نخصم نشيل فدان جوازاتهم وبعدين نوزع التركة. هذا الشرع إيه في كده؟ ما وزعتوش ليه؟ ما وزعتوش ليه؟ انتوا كم ابن وكم بنت؟ احنا تمانية، اربعة بنات واربعة صبيان وامنا. وامكم عايشة؟ موجودة. ايوه. طيب ايه بقى السر في ان امك ما وزعتش عليكم التركة؟ احنا عايزين نعرف رأي الشرع في كده، ان احنا الاول رأي الشرع في كده ان ده غلط. ان ده غلط، لان المفروض ان التوزيع التركة على اصحاب الحقوق دي يكون في الحال، لان محدش ضامن. اما ان انا هكتنزه وافضل عايشه وافضل حافظه عليه وافضل، ما ينفعش على طول، لان ربنا بيقول اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. وبيقول ايضا سبحانه وتعالى للذكر وللإناث نصيب مما ترك الوالدان وللذكور أيضا نصيب مما ترك الوالد. نعم آية إيه؟ طيب حاضر. فإذا ربنا سبحانه وتعالى أعطى كل منهما حقه في التركة. وأنا بناشد كل أم، كل أم أرجوكي لا تحتفظي بمال التركة، من المستحسن أنك أنت توزعيها في حياتك بين أبنائك عشان كل واحد يبقى راضي بنصيبه، لأن بيحصل على عدم التوزيع أو التأجيل إنك بعد عمر طويل هتتوفي، بعد كده هيبقوا من غير أم ومن غير أب، بعد كده هينهشوا في نفسهم يقولوا لا إحنا الأكتر، لا إحنا الذكور، لا البنت دي متجوزة، لا البنت دي هتودي الميراث بتاعها لزوجها. يا جماعة أرجوكوا. حاضر، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.